احبابنا في كل مكان راح نديروا مع بعض دركا الحريره اللي نخرجوا منها طبق رئيسي. شوفي راح تخرجي حريره ومنها تخرجي لو بلا تاعك. كيفاش راح دير؟ طريقه بسيطه سهله جدا ورائعه. شوفي معايا واش راح دير. هنا رايحه تصنعي قبل حريره لكن بالدجاج، بدل اللحم غنمي ديريها بالدجاج. ديري عظام الدجاج مثلا جنحين الركبه، وديري دو كويس كامله حتى الزر تقدري ديريه. دو كويس كامله اقول عظام الدجاج ودو كويس كامله، ولا حتى الزر تقدري ديري على زوج ولا على ثلاثه. حبه بصل كبيره الحجم المفرومه، حبه بصل كبيره الحجم مفرومه الفرم الجيد. هنا رايحه تقلي الدجاج مع البصل في كاس تاع لاتاي زيت، قليهم بدون توابل، بدون توابل. من بعد راح تزيدي باقي الخضار اللي هي 3 حبات جزر، حبه غورجات صغيره، وربع حبه طوماطيش مقطعه قطع صغيره. هذه الخضره اللي باغي تضيفيها فوق الدجاج والبصله. هنا باغي تزيدي البطاطا. البطاطا انت تحقيها طيب في لاصوص تاعك تاع الحريره، بصح من بعد تنحيها. من بعد باغي تنحيها. الو واش غنديروا؟ نديروا كيلو حبات حبات، كيلو بطاطا حبات حبات. معناتها شوفي في القدره نتاعي تاع الحريره واش درت؟ درت الفخار تاع الدجاج ودرت العظام للبنه، درت حبه بصل، ثلاثه زروديه، وربعه طوماطيش، حبه قرعه صغيره، وكيلو تاع بطاطا حب حب. كاس تاع لاتاي زيت في البدايه. دركا رايحه تمرقي، ومن بعد توجد واحد الدرسه. الدرسه هنا تشدي شويه كزبره، ديريها في الروبو ولا ميكسور ولا الطاس تاع البلاندور ولا باش ترحي. حطي عليه مغرف طوماطيش مصبره، مكعب غذائي ذوق دجاج، خمس سنات ثوم، مغرفة كبيرة راس الحانوت، ومغرفة صغيرة سكنجبير. هادو بغي ترحاو بنص كاس ماء، تولي عندك درسة. هاد الدرسة بغي تترحى بنص كاس ماء، اللي هي كزبر، طوماطيش، راس الحانوت، الثوم، نص الكمية نتاع هاد الخلطة ديريها في بداية الطهي الحريرة، ونص الكمية في الأخير. خلي الحريره طيب عادي، مرقي وخليها طيب. زيدي لها فقط بوكي تاع كزبر مربوط، حشيشه مقطفه تكون مربوطه. خلي الحريره طيب، بصح داخل في القدره واش فيها؟ فيها الدجاج الكويس، وفيها البطاطا حبات حبات اللي باغي نحيهم، تسمى انا باغي نسرق البنه تاع الحريره. انا الكويس والبطاطا نسحقهم، بصح انا حبيت نسرق البنه تاع الحريره. الو حطيتهم يطيبوا معاهم. نهار اللي طيب صاي طابت، ما تخليش الدجاج يطيح، معناتها ما تخليش يذوب. نحي الفخاد هذوك ديريهم بجيح، ونحي البطاطا حبات حبات. ما تبقى خليها تتجمر ديك الحريره، خاطر من بعد باغي تميكسيها وتعقديها. انت باغي تخرجي زوج حوايج في حاجه، خرجي حريره تاعك وتخرجي البلا، تخرج لك روعه جدا. نعاود لخواتاتي غير بالعقل باش يفهموني، واني عارفه بلي جربوها ويكتشفوا ذوقها، عندها وحده الذوق يهبل. ونخرج منها بلا، ونخرج منها حريره ديالي. قلنا الطاف تاع الدجاج شيلي عندك، حطيهم في القدره معهم بصل وكاس على تاي زيت، حمسي مره الاولى. بعد حطي باقي الخضار اللي هي زروديه، طوماطيش، كوجات، كيلو تاع البطاطا حبات حبات. مرقي وزيدي الدرسه. خلي حريرتك طيب عادي، كي طيب قلعي البطاطا نحيها، ونحي الدجاج. ومن بعد انت كيفاش ديري؟ خلي هذوك بجيه، من بعد تولي لهم طيبيهم بلا، ولي للحريره نحي لها الباقه المربوطه تاع الكزبره، عظام الدجاج، ما تبقى ميكسي بالميكسور. ميكسي مليح بالميكسور باش تميكسي رطبه. كي تميكسي راكي تحصلي على السوب خاثره. زيديها شويه ماء سخون، زيديها شويه ماء سخون، خليها تغلي. وزيديها عقده تاع الفرينه اللي هي نص كاس فرينه، كاس تاع ماء بارد، عصير حبه ليمون. نعاود، نص كاس فرينه، كاس ماء بارد، عصير حبه ليمون. عقدي به الحريره. اذا شتي الكميه قليله على داك الكاس نقصي، ما ديريش كاع الخلطه تاعك تاع الفرينه باش ما تعقلكش بزاف. نقصي لها النار وخليها تبقبق مليح، وزيديها باقي الدرسه اللي بقات، الدرسه تاع الكزبر والطوماطيش ومكعب غذائي. هذيك درتي النص في بدايه الطهي والنص في نهايه الطهي. كملي لها الدرسه المتبقيه ونقصي النار
وخليها تبقبق. هذه الحريره تهنيتي منها، هاي الحريره هو اللي للطبق. عندك توكويز طايبين في مرقه الحريره، وعندك بطاطا طايبه في مرقه الحريره، صحيت. ولي للبطاطا طبق. البطاطا تاعك هذه شنو باغي ديري لها؟ باغي تتقطع مكعبات، قطعيها وهي حبات حبات، مكعبات مربعات عادي، بصح راها بنينه خاطر طايبه في الحريره. مكعبات حطيها في سلادي، زيدي عليه معدنوس، سنه تاع ثوم، جبنه موزاريلا غابي، شري طريف تاع موزاريلا غابي، سكربجيها عليها وذوقي ليك البطاطا. الا خاصها شويه ملح زيدي لها، ولا شتيها مليحه سي بون، باسكو راها طايبه في البنه، راها طايبه في الدرسه. ايا هذه زيدي لها نص كاس قجده وربع بيضات، نص كاس قجده وربع بيضات. خلطي البطاطا تاعك هذاك الكيلو راه مقطع مكعبات، ديريه في بلا مدهون، بلا تاع غراتان، في بلا مدهون، وحطي له هذوك لي كويس من الفوق باسكو راهم طايبين، خاصهم غير الاحمرار. صحيتي، نعاود لكم غير بالعقل تفهموني. البطاطا اللي طابت في الحريره كي طيب نحيها، خليها تبرد وولي للحريره فينيها، كي تفيني الحريره وطفي عليها النار عاد ولي للكراتان. الكراتان تاعك البطاطا طابت، قطعيها مكعبات. علاش السيده يعني ما قالتش من البدايه البطاطا نقطعوها مكعبات؟ خاطش تذوب لك، هي الحريره تطلب وقت باش تطيب الجزر، تذوب لك. قلت لكم ديروها حبات حبات. من بعد قطعيها مكعبات، ديريها في سلادي، حطي عليها معدنوس، سنه تاع ثوم، نص كاس لاكريم فريش، ربع بيضات، جبنه موزاريلا. اللي ما عندكش جبنه موزاريلا عوضيها باي جبنه. خلطي وديريها في مول تاع غراتان من الفوق، ستفي الدجاج تاعك سواء كانوا لي كويس ولا الزر، ولا ودخلي الكوشه يتحمر يتجمر، يخرج لك غراتان يهبل في البنه. راكي تحصلتي على حريره وغراتان بطاطا، شهيه طيبه، بالتوفيق ان شاء الله.